بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا الرجل لم يتمكن من المبيت في مزدلفة ولم يطف طواف الوداع، فترتب على ذلك دم لعدم المبيت في مزدلفة ودم لعدم الطواف، فهل له أن يذبح في محل إقامته ويوزع لحم الذبيحتين إذا كان يشق إيصال الذبيحتين إلى الحرم؟ إذا كان يشق عليه إيصال الذبيحتين إلى الحرم. نعم. هذا الرجل الذي ترك المبيت في مزدلفة وترك طواف الوداع ترك واجبين من واجبات الحج، فعليه لكل واجب دم، والدم الواجب لترك الواجب يجب أن يكون في مكة، ولا يلزم أن يذهب هو بنفسه، بإمكانه أن يوكل أحد من الحجاج أو المعتمرين فيذبح الوكيل ويفرق جميع لحمها على الفقراء هناك.